السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. بهذا الفيديو راح نتعلم كيف نرسم العين أو عين الأنمي بطريقة سهلة وبسيطة، وبرضو بعدة أنواع، فإن شاء الله أنكم تستفيدوا من المقطع. نبدأ بأول عين. أول عين بدي أخليها هيك شوي دائرية أكثر. فبالبداية إحنا كيف مثلاً بنحط أساسيات العين في الوجه؟ بنحط خط مستقيم أو خطين. يعني مثلا انا شخصيا بحط خط وبارسم من تحته. زمان كنت ارسم لا بالنص، يعني ارسم العين هيك وهيك مثلا، بس انا بحب اني احط خط واحد. في اشخاص بحبوا انهم يحطوا خطين، برضو هاي طريقه حلوه انكم ترسموا من بين الخطين العين بهذه الطريقه او هيك، اللي انتو بريحكم. الآن أنا فقط بديش أعلمكم الأساسيات بشكل يعني في الوجه، ممكن نعمل فيديو آخر لأنه أنا عملت فيديوهين على يعني رسم ملامح الوجه، ممكنكم تشوفوهن بالقناة. الآن بدنا نرسم العين الأولى. بحط بهذه الطريقة، بس أكمل لكم. العين تكون دائرية، فبدي أسوي بالأول الجزء العلوي للعين وبدي أخمله. كل ما خملنا، يعني مش بزيادة، بس يعني أنا بحب كثير يكون خميل، بيخلي الشخصية كيوت، خصوصاً إذا كانت بنت يعني. فمنخمل هون على أساس لما نيجي نحط الرموش يكون أساس جميل لإلهن. وانا بضيف، احب اضيف هيك رمش هون اللي هو مثل الايلاينر او ايا كان، واحط رموش بهذه الطريقه. طلعوا كيف، ممكن تكثفوهن، ممكن تكبروهن، انا بعجب رموش بس بدي احاول اني ما اكثر من حاول يعني. طيب بعدين بضيف الجفن هذه الطريقة، وبعدين بنضيف الحاجب. لكن هسا احنا بنطلع على تفاصيل العين. بحط خط من تحت هيك بسيط على اساس يكون اخر يعني اللي هو يحجز لي الحدود تبعت العين. ثم بضيف الدائرة، باجي باخذ دائرة او العدسة العين، ممكن تلزقوها من فوق عادي، بس انا حاليا بدي اسويها بهذه الطريقه. خلصنا، بضيف لمعه مثلا هون بضيفها، ممكن تحطوا كمان لمعه بسيطه. هسه بؤبؤ العين، البؤبؤ اللي جوا اللي بيكون هيك الدائره السوداء بالعين، ممكنكم ترسموه على حسب انتم كيف بتشوفوا انه بالنص، بس تقدروا تحطوا خطوط وهميه بشكل زائد على اساس انه يعني بتقسموا بشكل صح، وبعدين بتضيفوا هنا الدائرة. ممكن تكون دائرة مفرغة، ممكن تكون دائرة ملانة، زي ما انتوا بتحبوا. اكيد بنمسح الاساسيات اللي احنا رسمناهن، فيش حاجة لإلهن يعني هذول، باعتبار ممكنكم تمسحوها لما تحبروا طبعا العين وهيك، بس حاليا احنا مش فاضيين. نبدأ نحط ونضيف يعني الاشياء اللي انا ممكن اضيفها عشان العين، بحب اني اضيف هاي. وبعدين يعني إذا أنا بدي أظلل بحط هيك بشكل بسيط في البداية رصاص هيك بسيط، بجيب إيدي أو إصبعي بعمل هيك، ثم بغمق شوي من فوق، بغمق الحدود طبعا على أساس ما يروحش اللون أو تروحش الحدود. بغمق وبرضو بدمج، بغمق وبدمج وآخر شي بغمق وخلصنا. ممكن نضيف هنا شوية رموش بسيطة. خلصنا. طبعا لما تكون برسمي وهيك ممكن نضيف كمان ونظبط أكثر، بس حاليا على السريع 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 نضيف شوي، نضيف الحاجب على السريع. برضو الحاجب طبعا بتقدر ترسموه بطريق بعدة طرق اللي انتو بتفضلوها،
الأنمي في العادة بيكون بس خط، أحيانا نحن ممكن نعمله مثل الحقيقة شوي مثل بهذه الطريقة اللي أنتوا بتفضلوه طبعا. أوبس. تمام، الآن بدنا نرسم عين حادة شوي، فنرسم بهذه الطريقة، مننزل لتحت، نطلع لفوق، ومننزل لتحت بهذه الطريقة، كأنه يعني رسمنا عين حادة، وبصير أعبي ب اللي رسمناه بهذا الشكل اللي رسمناه. نضيف هيك رمش، نحط كم رمش كمان. وبضيف الخط البسيط، ثم منجيب الدائرة هاي مننزل من فوق لتحت، فوق لتحت الطريقة. ممكن كمان نخليها حادة أكثر من هاي الجهة بهذه الطريقة. والآن منصير نضيف تفاصيل العين من جوا، نفس الشي منحط اللمعة، نحط لمعة صغيرة إذا بدنا، ومنحط اللي قلت لكم عنها البؤبؤ، ممكن نحن نحط كمان مرة الزائد، ثم نحط البؤبؤ بالنص بهذه الطريقة، ونضيف اللي إحنا بدنا إياه جوا. تقدر تضيفوا كمان لمعة، تقدر تلونوها اللي أنتوا بتحبوه، تقدر تسوي اللي بدكم إياه. نفس الحركات اللي سويناها قبل شوي رح أصير أستعجل لأنه بدي أرسم كمان عين. ممكن تكبروا كمان البؤبؤ، ممكن تحطوا تفاصيل بهذه الطريقة، خطوط اللي أنتوا بتحبوه. نضيف الجفن و الحاجب، هون كم رمشي وهون كم رمشي. آخر شي بدنا نرسم عين ناعسة، ناعسة جدا مثل اللي احنا بنشوفه بالأنمي هيك لما يكون لقطة هيك مضحكة شوي. فبنرسم خط مستقيم بهذا الشكل مثلا، ثم بنزل نص دائرة تقريبا بهذه الطريقة، وتلتقي عند خط بسيط صغير. ممكن نضيف شوية تفاصيل إذا إحنا بنحب، مع إنه مش شرط بس تقدروا، ومنحط اللمعة. طبعا تنسوش انه في جزء كبير من العين مغطى بجفن، الجفن اللي هو راح يكون هون، هي كامل العين هون راح تكون، فعشان هيك لما نحط الزائد لازم يكون لفوق شوي، فهمتوا علي؟ فبهذه الطريقة تقريبا هون راح يكون البؤبؤ يعني لفوق كثير. فنزل ونحط التفاصيل اللي بدنا اياها. بهذه الطريقة رسمنا ثلاث أنواع من العيون البسيطة. هذه تقريبا عيون يعني بنات، خلينا نقول طبعا انا قاعده بزيد وبضيف اضافات فيش حاجه، بس انتوا بتقدروا يعني تضيفوا عادي يعني اللي انتوا بتحبوا. طبعا كل واحد وله طريقته، كل واحد وله اسلوبه. شوفوا عده فيديوهات، شوفوا عده صور، وكونوا اسلوبكم الخاص اللي انتوا بترتاحوا
بإنكم تسووا. وبس هذا هو الفيديو لليوم، بسيط جدا، ممكن أسوي كمان أجزاء من هالنوع، بس حبيت إنه هيك أعطيكم يعني فيديو هيك على السريع عشان تتعلموا أكثر، للأشخاص اللي هم بيحبوا إنهم يتعرفوا على عدة أنواع أو أساليب مختلفة من رسم العين، لأنه كل واحد وإله طريقته زي ما بقولكم. فأتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، وأشوفكم بفيديو جاي إن شاء الله، ومع السلامة.